النهارده رئيس اتحاد المنتجين العرب دكتور ابراهيم ابو ذكري، ارحب بيك في البدايه وبقول لك منور عدسه جنان مصر. يا اهلا وسهلا، ومبسوطه جدا ومتشرفه بحضرتك ان انا بعمل الحوار ده معاك، وحوار خاص تسلم عن المونديال. تسلم. في البدايه هبتدي اسال حضرتك سؤال واحد، تفاصيل المونديال في دورته الرابعه والجديد اللي انت هتقدمه المختلف عن الدوره الثالثه. لا، هو كل دوره على فكره بتختلف عن الدوره اللي قبلها، يعني مفيش كوبي بيست، يعني ما عندناش الحكايه دي خالص. عمرنا ما عملنا دوره والدوره الثانيه بتبقى اختها. لازم يبقى فيه جديد، ولازم يبقى فيه نوع من الابداع الاعلامي للمفقود. فالسنه دي احنا نقدر نقول المهرجان جوه مهرجان الاذاعه والتلفزيون، في مهرجان اسمه مهرجان القاهره للتلفزيون والبث المشترك، وفي مهرجان خاص بالاذاعه بس على اعتبار هناك في اهتمام مننا الإذاعة، وعندنا مهرجان خاص بالإعلام السياحي، عندنا مهرجان خاص بالإعلام الأمني، وكل مناسبة من هذه المناسبات يتولاها نجم من نجوم هذا المجتمع أو مجتمع المتخصص. فمثلا منتدى القاهرة للإعلام والاستثمار كان رئيسه ويدير ويشرف عليه ويفكر فيه ويحط خطابه وآلياته الأستاذ محمد جنيدي. السياحة أحسن واحد يتكلم فيها ويشتغل فيها ويعمل فيها شغل بشكل كويس ويقدر يعمل يبقى دافع للنجاح يتولاها الأستاذ سامي محمود اللي هو رئيس هيئة تنشيط السياحة. الإذاعة وكيل أول وزارة الإعلام الكويتي لشؤون الإذاعة الشيخ فهد تولاها. التلفزيون والبث الفضائي الأستاذ محمد فاضل وهو أحسن ما يدير هذا المهرجان، وفي نفس الوقت هيكون له مساعد خاص بشؤون البث الفضائي يبقى موجود على اساس يبقى المهرجان شامل. في السنه دي عندنا ملتقى الاعلام العراقي المصري، وعندنا ايضا ملتقى الاعلام الفلسطيني المصري، وفي نفس الوقت هنعمل احتفاليه خاصه للسعوديه ونقول لها شكرا على التحامها معانا ووقفتها في الاعلاميه والسياسيه والاقتصاديه في 30 يونيو. وكنا قبل كده عملنا الاحتفاليه بتاعت شكرا للامارات، وفي نفس الوقت دلوقتي حتى احنا بنتفق على اساس ان في نفس الاسبوع اللي احنا بنشتغل فيه يبقى يوم اخر لشكرا للكويت، فيبقى احنا كده بنأدي واجبنا مع الخمس دول، ولسه كمان احنا بنعد مع دوله البحرين لان ما فيش وقت نعملها، هيبقى ان شاء الله في حاجه كمان شكرا للبحرين في المرحله اللي جايه. هو المونديال ان شاء الله هيبقى 10 10 ل 17 10 من 10 ل 15 10 15 10 لمده 5 ايام. طب حضرتك انت عودتنا السنه اللي فاتت في الختام ان انت كرمت نجوم كتير، هل برضو السنه دي هيبقى في تكريمات لنجوم؟ التكريمات رائعه السنه دي بس متوزعه، يعني النهارده مثلا لما اجي كل جوائز مثلا الفلسطين هياخدوها يوم الفلسطينيه، كل جوائز الكويت هتبقى يوم الكويت، كل جوائز الجزائر كل دولة احنا عندنا أربع خمس، فهيخفوا عدد الجوائز اللي موجودة. مصر طبعا هتكون في حفل الختام والافتتاح، الافتتاح كمان هتكون في تكريم بعض الرموز السياسية السياسية الكبيرة، الختام برضه هيكون فيه، يعني هو متوزعة مش هتبقى كلها متركزة في يوم واحد فتحس إن هو ضخم، لأنه احنا أولا بنشتغل على كل المستويات. واللي خلى السنة اللي فاتت الإنسان يحس إن في جوائز كتيرة إن احنا طورنا التكريم، ما بقاش شهادات ورقية فعملناها دروع، فالناس اختلط عليها الأمر، تخيلوا إن الدرع ده جايزة، هو مش جايزة، هو نوع من أنواع التكريم أو مشاركة، يعني أنا بدل ما أدي شهادة للمشارك شهادة ورقية عملتها له في درع، فبسلمه الشهادة بتاعته، سواء كانت هذه الشهادة بس المنطوق اللي موجود على الدرع هو اللي بيحدد هوية الدرع، هل هي تكريم؟ هل هي شهادة؟ هل هي شهادة مشاركة؟ فتحولنا جميع الحاجات الورقيه الى دروع عشان على الاقل يبقى شكلها كده. فالناس تخيلت ان ده نوع من انواع الجوائز، الجوائز هي عباره عن الكرتوش. والكرتوش بس عشان تشوفيه هو ده، دي الجائزه. خلاص؟ فدي الجوائز اللي هي دي موجوده، لو انت عديت عدد الجائزه هتلاقيها قليله جدا. طب ايه المفاجاه اللي حضرتك بتحضرها للمونديال السنه دي؟ هي مفاجاه هتبقى مدويه. ايه هي؟ كبيره جدا والله. ايه؟ ما اقدرش. طب جزء مش مفاجأة تمام، بس حضرتك بتوعد ان في مفاجأة ومفاجأة قوية كبيرة جدا.
تمام ان شاء الله. ان شاء الله. طب تنصح بايه حضرتك في اخر حواري معاك، تنصح بايه الشباب الصحفيين؟ نشتغل في الصحافه واحنا صغيرين، كنا اكثر التزاما منكم، وكنا اكثر احتراما للكبير، واكثر احتراما في المواعيد، واكثر التزاما في البلد، وكنا بنحب البلد قوي، وكان نقدنا كان نقد البناء مش للهدم. ما كناش بنصطاد الاصطياد اللي بنشوفه للشباب اللي موجود على الفيسبوك والمواقع الالكترونيه اللي كترت وبقت النهارده بتضر البلد اكتر ما تنفعها. الشاب اللي عاوز ينجح النهارده يرتبط ببلده ويرتبط بارضه، وقلمه لما ينضف حظه هينضف وبلده هتنضف ويبقى نجاحه يبقى مؤكد. انما الناس اللي عماله يعني في شويه هبيشه كده، لو ربنا يحرمنا منهم يبقى كتر خير الدنيا. كل سنه وحضرتك طيب، بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ولو في كلمه اخيره عايز توجهها انا مع حضرتك. كلمه اخيره لابن البلد الصحيح بقى والمناضل واللي هو بيحب مصر، هو الاستاذ مصطفى بكري والاستاذ محمود بكري، واهنئهم على تكريم القوات المسلحه اليوم. الخبر ده اسعدني جدا. انا عارف انه لهم تكريمات كتيره جدا، واحنا كنا جزء من هذا التكريم، وكرمنا الاستاذ مصطفى بكري في جامعه الدول العربيه، وكان يوم عظيم جدا لما التقينا في جامعه الدول العربيه. لكن التكريم ده انا بشايف ان هو تكريم من نوع خاص، ويستاهلوه ويستحقوا ان احنا يعني نهنيهم على هذا التكريم، ويكون دافع ليهم لمزيد اكتر في حب مصر.